يحيي ويميت بيده الخير ومنه الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. يلا روح دير. اللهم زد بيتك هذا تشريفاً ويا رب البيت وكرمه وعظمه تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة ورفعة وبرا. اللهم افتح لنا أبواب جودك وعفوك وكرمك وإحسانك ومنك يا قديم الإحسان ويا ذا المن والعطاء والإحسان اللهم اقبلنا بمحض عفوك يا أرحم الراحمين بسم الله الله أكبر إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله على حبيب الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اعف عنا بما أنت أهله يا ذا المن والإحسان بسم الله الله أكبر ولله الحمد فحرم يا رحمن جسمي واسمي على النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كما زينته وحببته إلى قلوب عبادك بسم الله الله أكبر ولله الحمد أن تجعل تقربي إلى إحسانك تقربا مقبولا اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك يا الله من سخطك والنار وأعوذ بك يا رب البيت من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لعظمتك يا أكرم الأكرمين بسم الله الله أكبر ولله الحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الله أكبر ولله الحمد اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى اللهم قنعني بما قسمت لي وبارك لي فيما أعطيتني واجعلني من الشاكرين الحامدين بالله الله أكبر ولله الحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر
بك يا الله من الشر كله عاجله وآجله وأستغفرك يا رب البيت من ذنوبي وسيئاتي وأسألك يا الله بحق علمك بضعفي أن تغفر لي خطيئتي وأن تجعلني يا الله من عبادك الصالحين لله الله أكبر ولله الحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لله الله أكبر ولله الحمد اللهم اهدنا بالهدى من الوافدين إليك المقبولين واعتقنا من النار ومتعنا يا رب البيت بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعلنا من المؤمنين العابدين الصالحين الموقنين لله الله أكبر ولله الحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لله الله أكبر ولله الحمد اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا والفوز بالجنة والنجاة من النار لله الله أكبر ولله الحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين حمد الذاكرين العابدين الصالحين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم يا رب البيت تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى غيرك لا تكنا وعلى الإيمان والإسلام توفنا وأنت راض عنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ولا تجعل بيننا ولا فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لي ولوالدي برحمتك يا رحمن يا أكرم الأكرمين يا رجاء السائلين برحمتك نستغيث يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين.
تسلم بعض. كده سيدي كده سيدي كده يا اخوان. لا إله إلا الله. اللهم ربي أغفر.
يديك الخير وإليك المصير. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إن الصفا والمروة
الصدر وشتات الأمر وفتنة المحيا والممات. ربنا عليك توكلنا وبك اعتصمنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربي يسر ولا معسر، ربي كمل بالخيرات. Thank you.
مع حضرتك.